لسه مكملين معاكم اخبارنا الزملكاويه ومن عند الدكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي لفريق نادي الزمالك اللي ناكد ان محمد عبد الشافي الظهير الايسر اجرى جراحه الرباط الصليبي بنجاح باحد المراكز المتخصصه في المانيا. واشار دكتور محمد اسامه ان الطبيب الالماني يعني عمل العمليه انها اعاده بناء الرباط الصليبي للكابتن محمد عبد الشافي. ووضح رئيس الجهاز الطبي لفريق نادي الزمالك ان العمليه اللي اجراها عبد الشافي تمت بنجاح وحالته الطبية جيدة جدا. وأضاف دكتور أسامة أن اللاعب هيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة اللي جاية. نختم الأخبار وهتغادر إن شاء الله بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة بكرة الاثنين إن شاء الله هيكونوا يعني الساعة 12 الظهر ميعاد الطيارة اللي هتتحرك وهتتجه للمملكة العربية السعودية استعدادا لمباراة نهائي الكاس أمام النادي الأهلي المقرر ليها يوم 8 مارس الحالي على استاد الاول بارك في مدينه الرياض. واخطر الجهاز الفني اللاعبين بالسفر الى السعوديه صباح يوم الاثنين عقب الانتهاء من مباراه سوار الغيني النهارده في بطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه. ان شاء الله باذن الله رجاله تروحوا وترجعوا لنا بالكاس وتروحوا وتحققوا الكاس اللي كل جماهير نادي الزمالك عايزاه وتحققوا البطوله المحببه لكل زملكاوي ولكل جماهير نادي الزمالك. وان شاء الله يعني تهدوا بقى البطولة وتهدوا الكاس لكل جماهير نادي الزمالك قبل شهر رمضان المبارك العظيم اللي ان شاء الله يعني بنقول لكل الناس كل سنة وكل حضراتكم طيبين وبألف خير. وان شاء الله رمضان يعني يبقى ستر وخير وصحة بإذن الله على كل الناس الفترة اللي جايه.